قبل أن ننتقل إلى أخونا ناصر، قبل أن ننتقل إلى أخونا ناصر، أنا أولاً فأتكلم مع أحبابي وإخواني. لو لك أرض، أنا وأنت نبغى نشتري أرض، جيت أنا طبعاً أسيرك مسوق عقاري، جميل؟ أنت تبغى تشتري أرض، تبغى الأرض في الوادي ولا في مكان جميل وعالي؟ طيب، تبغاها هذه الأرض يكون فيها شيء استثمار أكثر على طول، ولا تبغى تسكن فيها وبس؟ تستثمر فيها على طول؟ جميلة، كل ما حصلت أجمل وأفضل طمحت لها. طيب لو أخذتها وبنيتها كم تجلس سنة؟ بتطول كثير، بس بعدين بتصير قديمة صح؟ نعم، وتبدأ تجدد وترمم وكذا صح؟ كل بعد فترة أجدد فيها، تجدد وترمم. طيب تخيل تخيل أن هذا السكن اللي بتبنيه أنت بيجيب لك دخل كويس، جيد؟ معي كلكم طبعا الكلام مش له، بيجيب لك دخل ممتاز جدا، جميل؟ والدخل هذا بتصلح واحدة مثلها ثانية، مو أفضل؟ هذا أفضل، ولا تبغى بس ترد لها؟ لا لا أفضل، أفضل لأني بجددها وبيكون الدخل هذا وبتجددها. طيب إيش رأيك أعطيك شيء أفضل من هذا كله؟ وش؟ تخيل أن رأس المال واقف، رأس المال واقف وجالس ينمو على طول، مباني وأشياء كثيرة. هذا الشيء طال عمرك في وقف الرحمة، هذا الوقف الجميل، وقف بين أيديك، الأصل ثابت. إيش معنى وقف؟ الأصل ثابت والمنفعة جارية، هذا معنى الوقف، الأصل ثابت والمنفعة جارية، الأجر. الآن الوقف اللي جالسين نبنيه الآن مثل وقف الرحماء، هذا الوقف تكفل أيتام، تكفل تفرج كرب للأسر، للمحتاجين، للمطلقات. كل هذه السهم الواحد ب300 ريال تستطيع بأن تدخل. أخي وأختي تدخلون الآن على الراجحي، على الجمعيات الخيرية، تبحث لجمعية الرحماء تكفل يتيم، جمعية عروة، أي هذا الله يسعدك يا سلام، أنا أقول لك سابقت أنت الآن بأنك تشارك الآن. جمعية عروة جمعية تابعة للدوادمي، وهي جمعية مصرحة من دولتنا العزيزة. هذه الجمعية تقوم على أيتام، تقوم على رامل، تقوم على ناس كثير، على تفريج كرب. كم تفرج كربة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة. كم عندنا مريض؟ كثير صح؟ داووا مرضاكم بالصدقة. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء ما ينطق عن الهواء إنه هو إلا وحي يوحى؟ فتخيل الآن لما تنفق الآن 300 ريال ليتيم، تبغى تزيد لك ولأسرتك ولوالديك، فيه مصارف كثير زي ما تظهر الآن أمامكم أمام الشاشة. انفق من مال الله، الله سبحانه وتعالى يقرضكم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله سبحانه وتعالى يعطيك المال ويستقرضك. فتخيل الآن بأنك تقوم وتنفق الآن عمليات بسيطة، 300 ريال لو أعزم الرجال دولة كلهم كلفني أكبر، ولو عزمت واحد بيكلف مثله وزيادة، مثله وهو واحد. نروح الآن المطاعم الآن غاليات والأشياء غالية، لكن كلها تذهب وتروح، زي إيش؟ البيت اللي الحالة تبغى تسكن فيه بس، لكن شيء يرد لك. الوقف هذا يبني لك إلى مدى الحياة. طيب مت الآن إلى يوم القيامة، فتجد حسنات كجبال تهامة بيض أمام الله أمامك يوم القيامة، وتخيل أنك تستظل في ظل صدقتك يوم القيامة. لهذا نهيم بأحبابي وإخواني في هذه الساعة، سم يبقى أجرها متعدد، 8 في 1 تدفع 300 ريال في وقف واحد، من الحين دخل ودفع 300 ريال على التطبيق، جميل، أجرها يبقى معه إلى ما لا نهاية، جميل. يعني لو أن حد منا مثل ما تقول بغدله دخل، تدفع فيه شهريا، جميل، ويرجع لك الدخل هذا. تدفع 300 ريال معك على مدى الحياة، تكفل فيها يتيم، فقير، إلى 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 آخره، يعني تفريج كرب، تفريج كرب يعني متعددة، مي بعلى حاجة واحدة، تبقى معك إلى الآخرة. أموالنا اللي معنا في الحياة لو توفى اليوم دخل فيها قطعة خام متري متري، أموالك اللي وراك كل بيها بتهملها.
فما تدري متى بتموت. بادر بها، سارع بها. الله أكبر. بادر قبل أن تغادر. ولهذا الكفن ما معه جيوب. نعم، ما راح تأخذ من حياتك شيء. مثل كان يقول أحد الشيبان، يقول ترى الكفن ما معه جيوب. ولهذا فعلا الكفن ما معه جيوب. والله نموت، والله نموت الآن، والله ندخل قبورنا، والله ما معنا المال اللي نجمعه كله للورثة. والله إني أعلم، وكررت هذا الكلام أكثر من مرة، والله إني سمعت بأذني هذه يشهد الله علي أبناء وأبوهم ميت، يقول لنا أخوهم، واحد من أقاربهم جاءنا إلى المسجد ويقول الأب في المغسلة، الأب في المغسلة، والأبناء واحد منهم يقول ادفنوه وبعدين نوزع التركة، روحوا ادفنوه أنتوا الاثنين وأنا بوزع التركة. الثاني يقول لا، بنوزع التركة بعدين ندفنه. الثالث قال لا، نروح كلنا ندفنه وبعدين نوزع التركة. وكانوا في خصام، حتى قال أحد الأبناء الله يلعن البعيد ويلعن تركته، لأبوه، لأبوه، أمي، أبي، أخوي، أختي، ابني، بنتي، إذا كان عندك مال ما تدريش اللي ينجيك يوم القيامة. المصارف أمامكم. كنت بتقول شيء؟ كلمتين بسيطة بس. سلمت. أودع من بنوك الدنيا إلى بنوك الآخرة، فهذه أفضل تجارة. الأرض اللي قلتها هذه لها مدة معينة، اللي على مدى حياتك وتنتهي، بيستفيد منها غيرك، لكن اللي بتعطيها أنت الآن أنت راح تستفيد منها إلى يوم القيامة، لأن هذا وقف وليس صدقة بتعطيها واحد وخلاص، وقف قائم على مدار السنين. فأنصح أخواني وأخواتي من هذا المنبر، خذ من حساباتك في الدنيا دي وحطها في حسابات الآخرة اللي هي باقية ما هي زائلة. الله يفتح عليك. طيب. صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة. الله. والشرب السبابة والوسطى. يعني الحمد لله رب العالمين تضمن إذا هي لله. نعم وصل تضمن. إذا دفعت شيء لله خالص ومخلص ممكن إن شاء الله أنك مع الرسول في الجنة. أنت يا تدخلون سوء بإذن الله سبحانه وتعالى. أمس حسبة أمس لو 27,000 تبرع 300 ريال كفلنا. أنا بقول كلمة وأعتذر من أخوي وحبيبي الأستاذ ناصر الغامدي المقدم الجميل ومعلمي في هذا الإعلام يستحقني، لكن كنت أظن، وهذا أملي فيه الكبير وهو يسمعني الآن، كنت أظن بأنه يقول بنقفل هذا الوقف قريب. سمعت منه يقول بإذن الله ما ننتهي من 90 يوم إلا وقد قفلناه. لا، بإذن الله نقفله قبل، بإذن الله، بإذن الواحد الأحد، كما أغلقت يا أخوي ناصر وأغلقنا كثير، بإذن الله نغلق. أنا أتمنى أنهم يعطوني التحديث كم بالمئة الآن أغلق حتى نبشر إخواننا وأخواتنا الموجودين اللي يتابعونا الآن، وبإذن الله سبحانه وتعالى أن نغلق هذا الوقف ونغلق أوقاف أخرى وكلها في ميزان حسناتكم وكلها بعطائكم وعطاء الإخوان. وأنا هي بإخواني أيضا يتكلمون، لأن هذا الوقف أنت ممكن ما تقدر تطلع تنفق لكن تتكلم فغيرك ينفق، ففي ميزان حسناتك. ما تستطيع أن تنفق، أنا أقول يا حبيبي الغالي ويا أختي الغالية، رسالة جوال، واتساب، تويتر، كل شيء تقدر تنشر. الآن حنا على البرامج التواصل الاجتماعي كلها احنا موجودين عليها، وتقدر تنشر أشياء كثيرة. أتمنى في أحد أكيد أنه مرتب أبيات، مرتب شيء عن هذا الكلام عندي، أو عن الصلاة. الله يجعل أبوك في الجنة.